أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى مشاركاتكم ويانا على أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها في أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج من أجل تعليقاتكم على المواضيع اللي راح نطرحها، اللي أنتم أصلا أنتم اللي مصوريها، أنتم اللي ناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي، فلذلك البرنامج اسمه صوتكم وهو صوتكم. أما أي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، أو ما يقدر يحصلنا لأي سبب إن كان، يقدر يتواصل ويانا على برنامج الواتساب الرقم الأخير اللي بصف إشارة الواتساب، يقدر يكتب لنا رسالة. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف المتقاعدين ومعاناتهم المستمرة بسبب الغلاء المعيشي، بسبب قلة سلم الرواتب لشريحة خدمة البلد لفترة طويلة، ويلقي نفسه المتقاعد في مهب الريح ما يستحصل جزء من خدمته اللي خدمها لهذا البلد. أكل يوم تظاهرات لشريحة المتقاعدين أمام المنطقة الخضراء من أجل المطالبة بتعديل قانون التقاعد. انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة باتجاه مجلس الوزراء حتى يطالبون بحقوقهم ويحتجون على تسويف الفعود من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بتعديل قانون التقاعد، وطالبوا بكشف الأسباب ومن يعرقل تعديل قانون التقاعد الجديد الموحد اللي ينصف كافة المتقاعدين ويساوي رواتبهم ويساوي حقوقهم وينطيهم حقوقهم اللي هم بانتظارها. التظاهرات هاي عدل قانون التقاعد احنا كنا بصوت واحد، عدل قانون التقاعد احنا نعرف ياه حاقد، عدل قانون التقاعد الما يوافق هذا فاسد، عدل قانون التقاعد تنطى حق الجان شارد عدل قانون التقاعد حقي معوفة وهاجر، عدل قانون التقاعد الشعب لليوم حافي، عدل قانون التقاعد ماكو عندنا ماي صافي، عدل قانون التقاعد ماكو عندنا ماي صافي، عدل قانون التقاعد حسرة نشرب ماي بارد عدل قانون التقاعد الكذب عندكم حلاوة عدل قانون التقاعد عدل قانون التقاعد لا حقوق ولا علاوة، عدل قانون التقاعد صاير الأرنب شقاوة، عدل قانون التقاعد عدل قانون التقاعد ليش هذا علينا حاقد عدل قانون التقاعد ليش هذا علينا حاقد عدل قانون التقاعد ليش نايم قوم طالب عدل قانون التقاعد كثر من الدولة مخالف عدل قانون التقاعد ذولا المتقاعدين اللي الساعه هم يحجون في هاي التظاهره، لكن صار لهم سنين هم يطالبون بحقوقهم. هذا المتقاعد، هاي الشيبة، رجال ونساء، من خدموا البلد، من دفعوا أيام من عمرهم لأجل البلد واشتغل في وظائف في أماكن مختلفة، في وزارات، في مؤسسات، في جامعات، في كافة شرائح أو كافة الأعمال اللي موجودة بالبلد، بالمقابل اللي خدم 30 و40 سنة وطلع تقاعد ويقول لك أنا أفسح المجال إلى غيري. على أقل تقدير أكو قانون تقاعد من المفترض أن يكفل الضمان الاجتماعي إليه، أن يكفل هذا الضمان العيش الكريم إلى هذا الشخص اللي خدم البلد سنين طويلة من العمر، أن يكفل أنه هذا المواطن لما اشتغل وتعب ورا سنين التعب اللي قضاها في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لما يطلع ويكبر بالعمر يقول لك ألف الحمد لله والشكر، عندي راتب تقاعدي يكفل لي الحياة، لدرجة أنه هذا المواطن المفروض ما يتعب
ويعيش مرتاح. تغلى الدنيا، اكو المفروض شروط وضوابط حتى يعدلوا له راتبه التقاعدي ويقولوا له حجي او حجيه انتم كبرتوا بالعمر، انتم تعبتوا، انتم شقيتوا، انتم خدمتونا، ان كنت معلم انت درستنا، ان كنت استاذ جامعي انت علمتنا، ان كنت موظف في وزاره الصحه انت عالجتنا او قدمت لنا تسهيل في مكان ما، ان كنت موظف في البلديه انت خدمت المدينه، ان كنت موظف في دائره ما انت خدمتنا بالمكان اللي انت اشتغلت به، هذا حق تعبك. بالنجف ايضا قضيه المتقاعدين كانت موجوده، وعندنا ناشط يوثق لنا معاناة المتقاعدين المطالبين بتعديل رواتبهم التقاعدية مو لأجل الرفاهية، لا لا، لأنه هذا حق من حقوقهم ومنحهم استحقاقهم بعد نهاية الخدمة هو شرط على أي حكومة تحكم هذا البلد، وغيرها من الحقوق المسلوبة من هاي الشريحة اللي ضحت من أجل خدمة البلاد، لكن أدنى حكومات ما إلها أي علاقة بأي شريحة من شرائح المجتمع العراقي، لا متقاعد ولا يتيم ولا بريء مشمور بالسجن، ظلم. تعالوا نشوف احد الناشطين الابطال ثوات تشرين وما قبل تشرين وهو ممثل المتقاعدين بالنجف، خلي يشرح لكم قضيه المتقاعدين ومصايبهم. احكي ضمير. السلام عليكم. من منصه الجمعه، منصه الابطال والاحرار وثوار ومتقاعدين النجف الاشرف الابطال من عسكريين ومدنيين الذي ادنوا سهرة شبابهم من اجل خدمه الارض والوطن، وكان لهم الشرف بهذا لا غير هذا. خرجنا اليوم وكل يوم حتى تحقيق مطالبهم وحقوقهم مشروعه لتكون مسروقه على راسها المطلب الاول برفع الحد الادنى الى مجال دينار عراقي، اسوه برواتب السياسيين والأضحاء والمصريين والفلسطينيين والمغربيين والايرانيين بالدرجه الاولى. اليوم الذين سرقوا خيرات العراق اليوم وغدا وما بعد ذلك سوف نبقى مطالبين ومعتصمين حتى تحقيق كل مطالب هذه الشريعه المعدومه التي كان يجب ان تقدس لا تهان من حكومه واحزاب وعملاء فان المرء لينعموا به لكنه قال الموت في الحياه لا بعدها. متقاعدين قابل 20 25 30 سنه تطلع على 400,000 500,000 وواحد قضاله 7 أيام 10 أيام 6 أشهر بربحه ياخذ 1,800,000. هذا حق متقاعدين قضوا 20 و25 سنه وياخذ 400,000. وانا عندي شخص من اقرباء الدرجه الاولى، والدي استاذ في جامعه بغداد اكثر من 3 عقود، خرج اجيال يا ابو اجيال من جامعه بغداد، خدم البلد بأن رفدهم بأناس خريجين راتب التقاعدي أقل من 400,000 من الحد الأدنى للرواتب التقاعدية. ليش؟ ما حد يدري. وعلى قولته يجي لك واحد قاعد لسبعة أيام يأخذ له 1,000,000 شوية، ويجي لك واحد يقعد لأربع سنوات بمجلس النواب ما نعرف عازته شنو، ما نعرف شنو اللي سواه، ما قدم شيء للبلد نهائيا، شلون إجا وشلون صار وشلون صار نائب بالبرلمان، ويطلع وراها راتبة 20 و30,000 دولار راتبة تقاعدي، وبأي حق يحصل راتب تقاعدي من البرلمان وهو أصلا ما موفي الشروط؟ ومن شروط التقاعد بالعراق أنه المدة الأصغرية هي 20 سنة، والمدة اللي بيها ظروف صحية أو ظروف قاهرة 15 سنة، بس يقعد له 4 سنوات بالبرلمان من حقه يطلع له تقاعد. ليش؟ ما أدري. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت. عبد العالي حسين ياسر يقول: المطالب الشعبية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نعم لتعديل قانون التقاعد وحقوق الجيش العراقي السابق الذي انسلبت حقوقه من قبل الحكومة العراقية الفاشلة والعميلة. كريم أبو حاتم الخزعلي: أموال الشعب تذهب إلى الفاسدين والحرامية، رواتب المتقاعدين والرعاية ما هي إلا نقطة في بحر من خيرات العراق المنهوبة من قبل الفاسدين والحرامية. طالب كشمولة يقول: من غير العدالة أن يحرم المتقاعدون قبل 2014 من مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمة 40 عام، أما حجة لا تتوفر الأموال فهذه حجة واهية. وأبو علي الموسى ويقول: موضوع المتقاعدين ومستحقاتهم المعطلة مهم جدا، إلى متى تبقى هذه الشريحة المظلومة مهمشة وحقوقها ضائعة؟ فكان هذا تعليق الناس على قضية المتقاعدين. نعم
ليش مكافأة نهاية الخدمة ما يأخذها المتقاعد قبل عام 2014؟ ليش المتقاعد اللي اشتغل 20 و30 سنة راتبه 400,000 و350 ألف؟ ليش اليوم الرعاية الاجتماعية رواتبها تفاليس؟ ليش ما يفكرون بأنه لازم نضمن العيش الكريم لأبناء الشعب العراقي بكافة شرائحه، اليتيم والعاطل والمحتاج وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعد، إضافة إلى الموظفين. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، للأسف الشديد هذا التفاوت بالطبقات بين المجتمع العراقي وبالأخص المواطنين والمتقاعدين، يا أخي المفروض أكو هناك سلم والرواتب. يعني يكون التفاوت يعني فارق كل كبير، يعني هذا يكون بغبن وظلم للموظفين. يعني احنا نعرف اكو وزارات رواتبها كلش عاليه، فوزارات يكون الرواتب مالتها منحطه، يعني فما يصير هيجي. هذا يخلق يعني شلون نوع من الكراهيه بين الموظفين. نعم. يعني المفروض اكو هناك يكون قانون، يعني يحسبون على اثر الخدمه، يحسبون على اثر الشهاده، ويكون يعني خلي ما يخالف. اكو تفاوت، بس مو تفاوت هيك. يعني اكو يعني هسه ما اريد اذكر وزارات يعني راتب مالتها موظفيها كلش عاليه. زين، ولا اكو يعني ما يصير هيك. وجبت على الرعايه الاجتماعيه يا استاذ، قبل كم يوم شفت مقطع لابن وزير الرعايه الاجتماعيه الله يكرم. نعم. يا اخي ينثر بالفلوس بالملاهي، ها، وكانما فلوس الخلفة. وهو هذا وزير الرعايه الاجتماعيه تاريخه معروف، وشون سرق اموال الشعب العراقي. وكناس يعني انت مثل ما تفضلت، يعني رواتب الرعايه الاجتماعيه تفاليس وما جاي يعطوها المستحقيها. No. يعني شوف الحرمان والظلم للناس. يعني تعال، يعني احنا نقول العراق يعني الحمد لله اكو سيولة مالية وهذه، والشعب عايش بفقر متقع. يعني ما يصير هيك. المفروض هسه هاي الرعاية الاجتماعية، وهي المفروض الرعاية الاجتماعية مو مثل بلد غني مثل العراق، هاي البلدان No. اللي ما عندها يعني ثروات، ما عندها اموال، لكنه نقول ما يخالف، بس ما جاي يوزعوها بصوره صحيحه يا اخي. حتى بهذه بالرعايه الاجتماعيه اللي تقول عليها تفاريس جاي يسرقون، وخير دليل هو هذا. يعني مثل هذا وزير الرعايه. نعم. انقطع الاتصال ويا الاخ عبد الرزاق. يبدو انه انقطع الاتصال ويا الاخ عبد الرزاق. شكرا. شكرا جزيلا لك. نعم، اليوم يعني قضية الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى معاناة إخواننا المتقاعدين وعمامنا وآبائنا، هم الرعاية الاجتماعية فعليا تفاليس. إضافة إلى ذلك أنه هي راتب لا يسد الحاجة، راتب ما نقدر نقول عليه راتب ولا صدقة، هو ما أعرف شنو التسمية اللي المفروض نطلقها عليه، لكن أكل كثير الكثير من المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية أو من شبكة الرعاية الاجتماعية وهم أغنياء، تجار وأقرباء مسؤولين وموظفين فضائيين، وواحد عنده سند وظهر ومليونيرية عندهم رواتب رعاية اجتماعية. بالمقابل أكو هواية اليوم من أبناء الشعب العراقي اللي هو عطال بطال وما قادر يأكل وما عنده رواتب رعاية اجتماعية، والمتقاعدين كذلك. الظلم اللي دا يشوفوه المتقاعدين اليوم بالعراق مو طبيعي، لأنه المتقاعد اللي يشوف نفسه ويقول لك أنا خدمت البلد، خدمت البلد سنين طويلة، على أقل تقدير لو كل سنة من 40 سنة حسبتوا لي كل 10 سنوات 250 دولار، هاي 1000 دولار. لو كل 10 سنوات حسبتوا لي 1,000,000، هاي 4 ملايين إذا 40 سنة خدمته. ما أقول لك تطي حقه بكل سنة شقد. نبدي ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، وأول
ملف ويانا بالملف الثاني أو أول مقطع ويانا بالملف الثاني من محافظة بابل، وتحديدا شكوى من أهالي ناحية النيل اللي تتبع محافظة بابل، يشتكون من رمي مخلفات المستشفيات بالقرب من المناطق السكنية، هذا اللي هدد حياتهم بالخطر، ومطالبوا الجهات المعنية بالقضية أن يلقون حل لمعاناتهم ويلقون حل لمعاناة رمي مخلفات المستشفيات، وهي مواد كيميائية مخلوطة بأمراض وفيروسات والعديد من الأشياء التي تخرج من داخل المستشفيات، تصدر عنها غازات ضارة، إضافة إلى روائح كريهة، إضافة إلى خطر تجدد أنواع من الأمراض والأوبئة وإصابة الناس بالعديد منها. تعال نشوف القضية وين بناحية النيل. هاكم شوفوا يا مسؤولين النيل، شوفوا مال المستشفيات زين، ها شوفه هذا مال المستشفيات دابين هنا زين، شوف شوفوا هاي مال المستشفيات، شوفوا شوف هذا مال المستشفى جايبته البلدية ودابته هنا، شوف 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 هذا الدم المايا والنايلون، يعني مخلفات طبية تنشمر بين البيوت. العراق اليوم يا أما يشمر المخلفات الطبية بين المناطق يا أما يشمرها بالأنهر. يعني بلا زحمة سؤال، ماكو أماكن للطمر الصحي؟ ذن المفروض إلها طرق إتلاف معينة، لأنه أكو أمراض سرطانية تتعالج بإشعاع، والإشعاع يسبب أمراض سرطانية، مواد مشعة، هاي رقم واحد. أكو يتعالج بالمواد الكيميائية، والمواد الكيميائية أيضا تسبب أمراض. إضافة إلى ذلك، أغلب الأدوية والمنتجات التي تستخدم بداخل المستشفيات هي بها خليط من المواد الكيميائية لمعالجة الناس ومقاومة الأمراض والفيروسات والميكروبات اللي يصاب بها الإنسان ويروح للمستشفى حتى يتعالج. فذني إلهن طرق خاصة للطمر الصحي والإتلاف. ليش اليوم الجماعة حاطليها بكيس أزرق وشامرها برا؟ زين اللي فوت منا أنا شي يصير الريسيفر مال الأمراض، فاتحيننا بث 3D للأمراض أنتو. يا بنطلع من قضية المستشفيات ونروح للنجف، عبرنا من بابل طبينا بالنجف لقينا ناشط، الناشط هنا يشكو من أي شيء، يشكو من ملوثات معمل اسمنت الكوفة اللي تهدد صحة المواطنين وتعرضهم للإصابة بأمراض السرطان، حالها حال الغاز اللي حرقوه ويا النفط، الغاز المصعب لاستخراج النفط واللي دا يصير بالبصرة. يطالب الجهات المختصة أن تتدخل بشكل فوري حتى تنهي معاناة الناس، تنهي قضية التلوث البيئي اللي صاير من أدخنة المعمل. المشكلة أنه بالعراق أكو شيء اسمه وزارة بيئة وأكو وزير للبيئة وماكو أي اهتمام بالبيئة. ليش أكو وزير للبيئة أنا ما أدري، شنو شغلته وزير البيئة أنا ما أدري. فقط لما يجتمعون وزراء البيئة العرب يروح يجتمعوا ياهم، لما يجتمعون وزراء العالم المختصين بالبيئة حتى يحكون في قضية تغيرات المناخ يروح يجتمعوا ياهم. خويا والجماعة عندنا بالعراق، خصوصا أنه العراق خامس أو واحد من خمس بلدان الأكثر تأثرا بالتغير المناخي. تعالوا نشوف. طبعا هذا أول طلب بالنيابة عن هاي المناطق المنكوبة اللي تتعرض إلى كارثة بيئية، تقومون بحل المشكلة مال الترسبات معمل اسمنت الكوفة، قاعد يصرفون عليه سنويا مئات الآلاف، مو آلاف بل مئات الآلاف من الدولارات سنويا. وعلى هذا الوضع يوقف من نطلع مقطع، من يصير حملة إعلامية ضد هذا الدخان والتلوث وتتحرك البيئة، عود يشغلون واحد وواحد خوش ويوقف فترة. المناظرة هسه غاطة، قضاء المناظرة اللي يوصل للحيرة ناحية الحيرة، قضاء الكوفة معظمة، بعض من مناطق النجف
يوصل الى ناحيه شو اسمه العباسيه، اذا يصير هو قوي يوصل حتى الى منطقه ناحيه الحريه. يسوي يا اخواني يا اهل الكرام، انا حكيت قبل 5 شهور وحكيت قبل سنه وصار سنين احكي على هذا الموضوع، ما نريد نقطع آلاف العمال هنا والموظفين عايش على هذا المعمل، ما نريد ندمر هذا منتج وطني حقيقي لبنى محافظة النجف داخل ولا كل العراق والوزارة الصناعة. لازم اكو هاي مرة تنقلون البحر منطقة صناعية بالمناطق الصناعية، مرة تحلون هذا مال الترسبات، أمراض سرطانية بالآلاف من عنده، أمراض الحساسية، أمراض العقم، يا أخي إثباتات من البيئة ودار صحة النجف الحالية والسابقة تقارير بالآلاف، هذا يسوي عقم، يسوي أمراض جلدية، انصابت آلاف من الناس من أبناء قضايا الكوفة والمناطق القريبة وحتى من الصير الشرجية ينتقل إلى قضاء النجف. يا أخواني القوا حل لها المشكلة، لا نريد نقطع المنتج الوطني، إحنا مع دعم المنتج الوطني، لكن أنت لازم على مال الترسبات. يا سادة أعضاء مجلس المحافظة، المحافظة الآن الجديد من المسؤول، البيئة خواتكم تحرك، كل ما أطلع بمقطع وتشتغلوا بكم يوم يومين وبليش تسكتون هم بين العلم معد الله، هذا يريد لها تحقيق حتى بيئة النزاهة. بصراحة الناس قاعد تموت يا أخواني يا أهل الكرام، كارثة بيئية، الناس ربوا، الناس حساسية، قضاء المناظرة منكوب. معمل اسمنت يسبب أمراض سرطان، استخراج الغاز أو حرق الغاز، مو استخراجه، حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط يسبب أمراض سرطان، رمي المواد الكيميائية التابعة إلى بعض المصانع في الأنهر تسبب أمراض سرطان، رمي مخلفات المستشفيات بداخل الأنهر وما بين المناطق السكنية تسبب أمراض سرطانية وجلدية وتنفسية وغيرها 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 من الأمراض. هذا كله عندك بالعراق وزير صحة، وعندك بالعراق وزير بيئة، وعندك بالعراق وزير عدل، وعندك بالعراق منو بعد؟ وزير داخلية، وعندك بالعراق رئيس وزراء، المفروض ذلك كلهم مهتمين بهاي الشغلة، لأنك رمي المخلفات الطبية بين المناطق السكنية هاي جريمة يعاقب عليها القانون، من يحاسب؟ وزارة الداخلية والقضاء، دول اثنيناتهم ما لهم علاقة. رمي المخلفات بداخل الأنهر هاي تحاسب عليها وزارة الموارد المائية ووزارة الصحة والداخلية، لأنه هاي جريمة، بس هذول ما لهم علاقة. مخلفات المصانع الإسمنت وغيرها اللي موجودة بين المناطق السكنية هاي همينة جريمة، لأن تلوث، تلويث الهواء جريمة. يعني العالم هسه تفكر تتوجه إلى الوقود البديل بالسيارات حتى تخفف من نسب التلوث، اخترعوا السيارات الهايبرد حتى يحولون للسيارات الكهربائية حتى يقللون من نسبة التلوث، بدأوا يخترعون مواد بداخل محركات السيارة حتى تقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون حتى يقللون من التلوث. إلا بالعراق يحرقون الغاز ويقول لك يا هلا بالتلوث، مصانع اسمنت تبخ بالدخان ويقول لك يا هلا بالتلوث. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق ويانا من رضوان الموسوي، الصراحة المناظرة صايرة مقبرة بسبب معمل اسمنت الكوفة، ماكو أي تحرك من مسؤولي الوحدة الإدارية بالقضاء بخصوص هذا الموضوع، والآلاف من حالات الاختناق تصير بسبب المعمل، وأكثر من مرة تصير مناشدات بس ماكو أي استجابة. علاء حميد الحدراوي يقول كذلك الطمر الصحي من جاي حرقوه، دخان النفايات المؤذية والمسببة لكثير من الأمراض السرطانية تغطي قضاء الكوفة وبالأخص منطقتي الزرقة وعلوة الفحل وكثير من المناطق القريبة. حسن كريم العابدي يقول والله عائلتي كلها تعاني من ربو حساسية وحسبنا الله على كل مستفيد من أذية البشر، ارحمونا والله جاي نعاني. أما أنور الحج يقول يشهد الله قضاء المناظرة أكثر من 50 شخص انصابوا بالسرطان من وراء هذا المعمل. هاي كلها أرقام الناس تعلنها، وعندنا ناس يسمون نفسهم سياسيين ما لهم أي علاقة. أبو مصطفى من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمو أنا عسكري قديم. حياك الله. حيا الله نبارك. أنا خدمت الوطن تقريبا 5 سنوات. دخلت نعم. بعز الشباب، دخلت برجلين اثنين طلعت برجل واحدة. نعم. اسمعني أنا عندي بدر فوق الركبة. راتبي. نعم. أنا من جيش هسه أكو فقرة بالقانون، جيش السابق.
والجيش الحالي. نعم. أنا ضحيت وهذا نفس الشيء، احنا اخوة، هذا عسكري وهذا عسكري، شنو الفرق بين هذا وهذا؟ أنا خدمت بلدي. نعم. وهذا خدم بلده، ليش هذا سابق وليش هذا جديد؟ ليش أنا استلم 500,000 وليش ذاك يستلم 2,000,000 1,800,000؟ شنو السبب؟ نعم. المن تحكي والمن يا قانون ومنه الشرع؟ والله عمو حتى اكو سودانيين يستلمون راتب تقاعد من العراق، الايرانيين يستلمون راتب من العراق، ها والعراقي الى الله. يعني انا شنو سويت؟ سويت شيء مو زين؟ انا خدمت بلدي، انا ما لي علاقه بالنظام السابق والجديد، انا ما لي، انا عراقي ينطبق عليه القانون، قانون البلد. نعم. تمام لو مو نعم. والله عمو هاي هاي هذا الوضع الحالي، هاي صار يعني من 83 انا دخلت بالحصار راتبي كان 7,000 دينار. والله ادخن دجاير اشتري سكه دجاير ب 5,000 دينار بزمان السابق. وهسه نفس الحال عمو. نعم. هسه نفس الحال. ما يعني ماكو، والله عمو اكو مثل عربي يقول الطاسه طاسه والحمام حمام. تجيب المسؤولين متروسة وإحنا بس. أنا أسأل سؤال. نعم. أي واحد من الحكومة عضو برلمان رئيس برلمان رئيس وزراء أسأل بالله عليه يتعشى 500,000 عشاء وجبة وجبة واحدة؟ نعم. يتعشى 500,000؟ كيف اللي ينطون لهذا الإنسان 500,000؟ دكتور والله أنا ذاك اليوم رحت للدكتور الله يسهل 150,000 دينار، شو بقى من الراتب؟ نعم حقك. عندي سيارة، عندي سيارة رحت جددت الثانوية، تدري ايش قد طلعت عليها غرامات؟ أكثر من 800,000. يابا أكو غرامة بدون وفر؟ يقول لي طبعا، يقول لي كل شيء في العراق جائز. نعم. وين وين أسألك بالله يعني بكل بلد. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو مصطفى. قضية يعني أبو مصطفى طرحنا أكثر من قضية. أي بلدان العالم هسه راح يحاجون يقول لك إيه أكو غرامة بدون وصل، مو شرط الشرطي يجي يوقف يمك ويقطع لك وصل ويقول لك هاي غرامتك. بس بالمقابل لما نطلعون إلى الدول المتقدمة ومن ضمنها دول الجوار العربي وغير العربي، لما تجيك غرامة إلى البيت تقدر تروح تتأكد من عندها، تقدر تشوف نفسك، وإذا كنت مو أنت والغرامة خاطئة تعترض ولك حق تأخذ كافة حقوقك في حال إنه السيارة مالتك. وهاي مو 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 مواطنين تلك البلدان، حتى الأجانب ومن ضمنهم العراقيين اللي عايشين في دول الجوار. لكن الجماعة اليوم بالعراق قايل لك كلمة لأبو مصطفى، قايل لك وش يشوف بالعراق. يعني المشكلة لما تكلم عن قضية أبو مصطفى وقال لك أني منتسب إلى الجيش العراقي تابع إلى وزارة الدفاع الجيش العراقي السابق، ما له علاقة بنظام الجيش. شوفوا الحركات اللي تغيرت بالعراق من الملكية إلى الجمهورية إلى 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 أكثر من انقلاب صارت بها، أكثر من تغير صارت بها. الجيش ما يمس، لأنه عقيدة الجيش يقول لك أنا ما لي علاقة بنظام، أنا إلى عقيدتي العسكرية أدافع عن بلدي مهما يكن، أقف مع أم ضد، أنا بال حدث الأساس أنا مع البلد. فمن المفترض أن يكرم هذا الشخص. نبدي ملفنا الثالث من محافظة بابل، وعندنا هناك ناشط يطالب بإنشاء جسر لعبور المشاة بشارع 60 لتجنب الحوادث المرورية جراء عبور المواطنين من على قارعة الطريق. هذا الشيء اللي يتسبب بكثرة الحوادث المرورية، كثرة إصابات المرور كثرة إصابات المواطنين نتيجة حوادث المرور من شارع حيوي مثل شارع 60 اللي راح تشوفوه بهذا الفيديو. أنا أريد أعبر شارع 60 من هذا السايد إلى السايد المقابل لمدينة عمرابي السياحية. يعني أنا صار لي حدود ربع ساعة بهذا المكان واقف ما أقدر أعبر. تعرفون السبب ليش؟ لأن السيارات سريعة وماكو سنة تشوفون استقبال السيارات ما تقدر توقف. يعني لازم، مو لازم، واجب، أم مو واجب، شرط أساسي إنه
دسور للمشاد تعبر من هذا السايد إلى السايد الآخر. يعني سننتظر اللي يعبر هاي تشوفون. وأنا بالنسبة لي يعني أنا بالنسبة لي يمكن هاي راح أركض أركض وده هاي ما أركض زين. هذا المرأة الكبيرة بالسين، الرجل الكبير، الشباب اللي يعني بعدهم صغار دول يقدر يجتاز هاي العملية. عملية خطرة يعني ممكن تؤدي إلى وفاة هذا الإنسان بحالة لأنه هذا سريع. مسألة ليس بالهينة. نتمنى أنه وضع جسور وهذه الجسور للمشاد. أيضا نسائل الحالة نفس الشيء تدفع السيارات بهاي السرعة. طبعا علما أنه اليوم يعني مو ذاك الازدحام ومع ذلك صعوبة أنه تقدر تعبر. هذا الموضوع يحتاج أنه حكومة بابل أعضاء مجلس المحافظة يشتغلون على قضية الجسور. حلها واحدة من ثلاثة، يا جماعة دائرة المرور المعنيين بالطرق والجسور يسوون نفق لعبور المشاة من هالصوب ذاك الصوب، يا يسوون جسر لعبور المشاة من هالصوب ذاك الصوب، يا يحطون إشارة مع المرور وعليها خطوط لعبور المشاة. ماكو حل غير ذني لثلاثة. يعني شارع رئيسي الناس ما تقدر تعبر، مثلا واحد يريد يعبر من السايد ذاك السايد يوقف تاكسي بلا زحمة فرني دا انزل من ذيك الجهة، يريد يرجع يوقف تاكسي ثاني بلا زحمة رجعني من ذيك الجهة. شنو الموضوع؟ تعرفون أذكر اليوم اللي توقفت به الحرب العراقية الإيرانية، وأذكر أنه العراقيين بشيبتهم وشبابهم نسائهم ورجالهم وأطفالهم طلعوا إلى الشوارع احتفالا، صاروا يشمرون مي. بس أذكر أيضا لما كنا نصعد الجسر مع العبور المشاة والدرج كهربائي. إيه إذا أكو شاب بالعراق اليوم يتفاجأ، لا أحب أقول لك بالثمانية وثمانين كان الدرج كهربائي وموجود وبهواية مناطق، وجسر مرتب وأكو جسور مسقفة، وكان عندنا الباصة بالطابقين، وكانت عندنا الأمانات والمصلحة تشتغل. بالحرب الحياة ماشية والناس تتزاور ببيناتها، وإحنا واحدة من العوائل اللي ما كنا بالبيت، كنا بغير بيت بغير منطقة. بس بال2024 ورا 21 سنة من الديمقراطية ورفع العراق من بند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية، ما عنده لا جسور ولا طرق ولا أنفاق ولا شوارع ولا خدمات ولا كل شيء عنده. عندنا ناشط من النجف يتحدث أيضا عن كثرة حوادث السير التي يروح ضحيتها الكثير من المواطنين بظل سوء تنفيذ الطرق، عدم إجراء عمليات الصيانة، إضافة إلى افتقار معظم الطرق السريعة إلى الدلالات والعلامات المرورية والإرشادات، إضافة إلى تعطل شبكة الإنارة في الكثير من شوارع العراق ما يتسبب بكثرة حوادث السير. خلونا نشوف. طبعا الكل يعرف من أبناء مدينتي في قضاء المشخاب ومحافظة النجف، الكل يعرف الفاجعة اللي صارت بالمشخاب اللي راح ضحيتها خمس نفرات من عائلة باسم وعائلة الأخ حيدر. فاجعة ما حد ينساها أبدا. اليوم قررت عائلة حيدر والعائلة الأخ باسم أن تحيي الأربعين نفس المكان اللي صار به الحادث، هذا المكان بخطوة احتجاجية عسى ولعل أن تصل للمسؤولين بالنجف على رأسهم المحافظ ونواب النجف. هاي عائلة حيدر وأخوة الباسم الله يرحمه، هذا الأخ حيدر اللي مفجوع بعائلته، اليوم قرر أن يحيي الأربعين قرب المكان اللي صار به الحادث. شموع وأهله جايين وأصدقائه اللي مضامنين وياه. سؤالنا إلى المسؤولين بالنجف الأشرف، السلطات التنفيذية والتشريعية، وين نتائج التحقيق؟ هذا المكان اللي صار به الحادث، هاي صورهم،
وين صارت نتائج التحقيق؟ من المقصر؟ المقصر المواطن اللي عليك يا الله مسكين ساق بالمهندسين. من المقصر؟ قلونا. السلطة التنفيذية بالنجف على رئيس المحافظ، وين وصل التحقيق؟ ثانيا هاي الجلوبات اللي موجودة قبالكم، هاي إنارة الجسر، حتى جلوبات غرفة النوم موهجي، هاي السيارات جاي الضو هنا يسر علي هنا هنا. لازم هواي مواضيع وهواي أسئلة تحتاج إلى جواب. صلوات على محمد. شلون شارع حلو جميل، شوفوا شوارعنا شلون حلوة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت هذا على هذا الموضوع. وأول تعليق ويانا من أبو علي الحشيمي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مقصر وعلى كل من جامل بهذا المشروع على حساب أرواح الناس، الأرواح التي زهقت والحوادث التي حدثت بذمة كل مقصر وكل مهمل وكل من يستهزئ بحياة الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. صباح النجار: ضرورة تشريع قانون يخص شارع 60 لأنه شغلته مأساة ودا يروح بها ضحايا بسبب السرعة الجنونية. بلال العلاق يقول: مأساة ما تنتهي، لأن السايد القديم أصبح شبه متهالك وكثرة قطوعات وتحويلات، ومعظم السواق يستخدمون الطريق الجديد ذهاب وإياب سايد واحد. علي يقول: لا أهمية للمواطن وحياته ضمن قاموس المحافظة والبلدية والمرور، وإلا لماذا لا توجد جسور؟ فهي أيضا قضية السرعة الزائدة. من المفترض دوائر المرور و الدوائر المعنية بمراقبة السير ومخالفات السير أن تهتم لها، لأنه السرعة الزائدة تؤدي بهواية من أرواح الناس إلى الهلاك. أبو علي من الديوانية حياك الله. انقطع الاتصال يا أبو علي، شكرا لك. نبدأ من محافظة ذيقار، وعندنا ناشط من الناصرية يشكو تهالك مجسر إبراهيم الخليل بشارع النيل اللي يعيق مرور المركبات ويهدد حياة المواطنين بسبب كثرة التخسفات اللي موجودة على الجسر أو المجسر من دون أي استجابة حكومية للمناشدات الكثيرة بمعالجته وصيانته من قبل الأهالي والناشطين. مجسر إبراهيم الخليل اللي هواية طلع ببرنامج صوتكم، تعالوا نشوفه. أبناء مدينة الناصرية، طبعاً إحنا حالياً موجودين على جسر إبراهيم الخليل. هذا جسر، هذا كله فواصل ما تكل تعبان، هذا جسر ما شمل من ضمن خطة تأثيث السنة 22 أموال أمن الغذائي. بدنا نتخصص على الموضوع ودققنا، يقول لك هذا مو من ضمن التندر، جسر إبراهيم خليل مو من ضمن التندر، لا تغيير فواصل. يقول لك فواصل جسر كل واحدة ب 90 مليون، زين أنت من حيث المشروع ب 9 مليار، العفو ب 4 مليار من حيث تطوير إبراهيم الخليل، ليش ما شملته؟ ليش خلون نقصات فقرات ناقصة بالمشروع؟ ليش خلون هذا؟ شوف الجسر هذا، ليش خلون هاي كلها متعبوا بالسيارة؟ هاي شوف المطبة، شوف هاي شلون محفورة، هاي مطبات كلها ما جسر جهتين ذهاب والإياب. وبشركم همه راح شو يسوون؟ هذا جسر حال 22 على أموال الأمن الغذائي، العفو طريق إبراهيم الخليل، شارع إبراهيم الخليل، هذا الجسر، الجسر وإضافة الخدمي راح يعطونهم كشف إضافي إما لشركة أموال ذيقار على موازنة 23، يعني كشف إضافي فوق الأربع المليار صرفوهن، راح يضيفون كشف إضافي إما للجسر والشارعين الخدمي على إبراهيم الخليل. احنا عتبنا شديد على هيئة النزاهة، طبعا العلم اكو شكاوي وردتكم خصوص هذا المشروع، والشكاوي وصل يعني المواطنين، قال لكم المبلغ انحال المشروع هذا مبلغ يعني خيالي مجازف به، يعني محافظ يحيل مشاريع محافظ ذيقار يحيلها، لا اكو رقابة، ديوان رقابة المالية حقق ودقق طبعا، ولا اكو نزاهه دقيقه، يعني هاي اموال، هاي اموال محافظه. الفاصل مال الجسر قال الواحد ب 9 مليون، فلنفرض الى كل سايد 6، 6 في 9 مليون 54 مليون، على السايدين 54 في 2 108 مليون، 108 مليون حق نص نافوره من نوافير محمد نافوره. السلام عليكم. فلا يجي واحد يقول ما عندنا فلوس. لا، والنافورات كلها اصبحت متهالكة اليوم وهن جدد. نبقى بذيقار،
وعدنا ناشط من ذي قار يتحدث عن فساد وسوء التخطيط والمتابعة بتنفيذ المشاريع الخدمية بقضاء الشطرة، مشاريع القضاء حالها حال المشاريع اللي موجودة بالمحافظات العراقية. يا تلكؤ يا فساد، يا استخدام مواد بنسب خاطئة أو من مناشئ رديئة أو تجاوز على الكثير من القضايا. تعالوا نشوف. رسالة للسيد مدير بلدية الشطرة والمدير التجاوزات الأستاذ حيدر غالب قال مقام، أنا هسه بمنطقة خلف الجراج، هذا مشروع متكامل، هذا شارع يجي منا تعال، هذا شارع طالع دبر، هذا شارع رايح حيج، هذا لقيت منا على المحل تعال، هذا الشارع حاليا أبو الشركة طفر ما اشتغل، هذا اللي يجي منا طلع دبر. ليش؟ لأن أكو تعارضات عندهم. زين التعارضات ما نقدر لها التعارضات، لين أصحاب نفوذ التعارضات اللي فيها مجاملة يفترض ما تجاملون، يفترض ما تجاملون، لأن هاي خدمة للصالح العام وهذا مشروع متكامل. ليش متوقف حاليا؟ ليش هذا الشارع تعال؟ هذا شارع اللغة، هذا هسه هذا حتى صبار، هذا اللغة تاع قبر، هذا حد هذا بذي قار. أما بالنجف، ناشط من النجف يفضح الفساد في تنفيذ أحد المشاريع الخدمية وتحديداً جسر السوارية، اللي يقول أنه أكو مخالفات قانونية بتنفيذ المشروع من قبل الشركة المنفذة اللي تتجاوز على نهر المشخاب، تدمر المساحات الزراعية القريبة منه. تعالوا نسمع. أمام أنظار المحافظ، أنت المسؤول الأول عن مشاريع الإعمار المنفذة بالنجف وأقضية ونواحي النجف. الآن أنا أمام جسر السوارية، فرحنا جسر السوارية راح يصير عندنا جسر، حالنا حال خلق الله. من رمضان لسه منتظرين أمور هندسية ضوابط لجان، هذا شغل الشركة إحنا ما نتدخل به، إحنا كمواطنين تدخلنا، لأن الشركة تجاوزت على 4 أمتار من النهر المغذي 50,000 دونم. إحنا الموارد المائية تكري وإحنا ندفن، وهذا مخالف للقانون. اجينا بدورنا كمواطن تعزيز لدور القائم مقام ودائرة المهندس المقيم يوم الأربعاء اللي اجت قالت هذا الشغل مخالف للقانون بنص العبارة. قال السيد القائم مقام إذا مليم واحد متجاوز الشركة راح نزيله. الآن 4 أمتار منها ومترين منها، احنا راح نعاني مو المقاول، أهلنا اللي يزرعون راح يعانون. أمام أنظار المحافظ، أمام أنظار مدير ري النجف أستاذ شاكر العطوي، أريد نشوف الشركة عملها صحيح، إذا صحيح على الخير وعلى البركة وإحنا مؤيدين، وإذا مو صحيح الزيلون التجاوز. هذا آخر كلام عندنا. هو قال إذا مليمتر واحد زيادة هم يزيلون التجاوز، بس إذا 4 أمتار زيادة لازم نشوف منو اللي داعم لهاي الشركة، وإذا 6 أمتار لازم نشوف منو الظهر لها يا حزب، وراها نقرر يزيلون لا. قيصر الحريزي، المشاريع غير مهنية، يعني مقاول أو مهندس وحدة منهن لو غير أصحاب خبرة لو حرامية يبقون من المشاريع. حسن عدنان يقول والله حرامات، هاي الفلوس تروح ببلاش، مهزلة والله. عقيل عبد الله الفتلاوي يقول وضع المشخاب يحتاج إلى مراجعة أسباب التراجع وفشل أغلب المشاريع. وزيد حسين يقول المشخاب مشاريعها لا حسيب ولا رقيب عليهم. كان هذا تعليق الناس على القضية. المتقاعدون في العراق، رواتب ضئيلة ومعاناة مزمنة. هذا هو عنوان الانفوغرافيك اللي سلط بقسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الضوء على معاناة شريحة المتقاعدين بسبب الإهمال الحكومي وعدم الاستجابة لمطلبهم بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتبهم بعد الغلاء الفاحش والتدهور الاقتصادي اللي يعيشه العراقيين اليوم. خلونا نشوف.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوجرافيك اللي تكلم به عن معاناة المتقاعدين. رسالة وصلتني على الواتساب. السلام عليكم، تحياتي لك ابني الغالي أفل ولكافة الإخوان في قناة الرافدين البطلة. أخي، أود التحدث عن موضوع مهم، وهو أن للعراق جيش، ولكن القادة فيهم مجرد لعبة بيد الحكومة، وتحديدا بيد الإطار الفاسد وبيد الأحزاب، في وقت يظهر عبد الوهاب الساعدي ويطلقون عليه بطلا ويعملون له تمثال في الموصل، وفجأة يحال للتقاعد براتب 25 مليون دينار، ويظهر في فيديو مع إحدى بنات الليل والملاهي، ويظهر لواء ركن آخر يفضح رئيس أركان الجيش وقائد عمليات بغداد بأنهم يطلبون الرشوة منه مقابل ترقيته. السؤال هو، هل ينتظر الشعب أن يظهر قائدا في الجيش ينقلب على السلطة الحاكمة والأحزاب الفاسدة؟ متى يصحى هذا الشعب ليعيد ثورة تشرين من جديد، بدلا من انتظار المجهول الذي في الخيال ومن قادة الراتب المجزي الذين شعارهم الراتب ولا الوطن؟ أشكرك أخي وأتمنى لك الموفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو محمد من النرويج. مشاهدين الكرام، قضية رواتب المتقاعدين قضية شائكة، بالإضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى سوء التعليم بالبلد، إضافة إلى وجود الأبرياء بداخل السجون اللي أهاليتهم اليوم يعرفون ولدهم أبرياء ويطالبون بعفو عام عن الأبرياء. ففعليا اليوم بالعراق اللي دا يصير كل شيء غلط هو صح، وكل شيء صح هو الغلط. نلتقيكم على خير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى غدا. انتظرونا، في أمان الله.